جاي على حسب الميعاد مع إيفاني وجاكي وجون. ماليش دعوة بشغلك معاهم. لو الاتفاق قايم أنا قاعد، لكن لو الكلام معاكين هقوم وامشي، لاني ما بقعدش في مكان فيه عدوي. بيتك ومطرحك يا ابو هيبة، احنا في انتظارك كلنا. اظن يعني ما ينفعش اطراف غريبه تقعد معانا في شغل. كيم، не мог бы ты выйти вон؟ И пожалуйста, не затрудняй себя возвращаться. Мы сообщим, когда ты нам опять понадобишься. في ساحة انتصار أبو هيبة. الحمد لله على السلامة يا أبو هيبة. الله يسلمك يا دكتور. إيه أول مرة يعني تجيلي من غير إصابات، أنت إيه بطلت شاوي؟ عمر الشاقي باقي يا دكتور. أيوة بس أنت طول عمرك بتجري ورا الموت. أنت إيه ما بتخافش يا جدع أنت؟ واه حد يخاف من الموت يا دكتور؟ دي اللي خاف مني يبقى تعبان قوي. كيف تخاف من الخواف ها؟ حد يخاف من خواف؟ خواف؟ الموت خواف؟ طبعا خواف، لو ما خوافش ما يجيش مستخبي. أقول لك هو مش خواف، هو خجول لدرجة ما عاوز حد يشوفه. كأنكم صحاب يعني. قربت مني وقرب مني كتير وحسيت بانفاسه. انفاسه؟ طبعا الموت انفاس خفيفه زي النسمه، ما يحسهاش الا المقصود. تحس ببرد نظيف داخل صدرك، هوا ملهوش مصدر، ريحته جميله بيروحك من الحته اللي انت فيها. تبقى شايف الناس والناس شايفاك، لكن لا تقدر تكلمها ولا تقدر تقول لهم يبعدوه. كل اللي عليك تعمله انك تصاحبه تطاوعه. يا سلام. لو كل حد عرف انه هيقابله مره واحده ما كانش حد يعمل الشر ده واصل. نيفر. انت اللي بتقول كده يا بيورا. ايه شايفني شرير ولا ايه يا دكتور؟ لا 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 شرير ايه، بس لا انا بس خايف عليك، عاوزك تاخد بالك من نفسك. برضك عمر الشقي باقي يا دكتور. طيب يا عم الشقي، الممرضات اللي انت عينتهم عاوزين يسلموا عليك، أنا قلت لهم مش وقته. تضحك علي؟ عاوز أشوفهم. دخلهم غلابة، حقهم برضو الواحد يشد على أيديهم. إحنا اللي هنروح لهم، اتفضل هم بره. ناقص واحدة؟ مش ناقصين ولا حاجة، هما دول.
اوكي. متشكرين يا جماعة. شد حيلكم وبردوا زين. ها أبو إيبا بيه، أنا متشكرة أوي أوي، بجد متشكرة. أنا وزميلاتي كتبنا لحضرتك رسالة شكر وخلينا الدكتور يكتبها لنا بالفراغ. الدكتور سلامة اللي كاتبها؟ ها؟ حضرتك عرفت ازاي؟ واجرى البرد لو عاوزة. متشكرين. متشكرين. ومتشكرين. متشكرين يا جماعة وشد حيلكم مع الدكتور، ها؟ هقوم اريح، تعبت من السفر والمستشفى. سلامتك يا اخوي، لونك مخطوف، ان شاء الله تقوم كويس. ماهر، عايزك شويه في المكتب. لا كمل وكلك الاول. لا عمك لسه ما رجعش. ايه ما سمعتنيش؟ سمعت عبي بس ما فهمش. مش وقت فهم يا ماهر. انت تروح تجيب لي الريجي بتاع السيمة ده وتقول له اللي قلت لك عليه. بكرة الساعة 4 بالكتير عاوز اختار الناس دي. طيب بس حضرتك يعني في حاجة؟ مفيش، كانت مرات عمي قلقانة عليك. روح حضر اللي قلت لك عليه. بقول لك ايه يا عمي؟ هو حضرتك هتعمل فيلم ولا ايه؟ فيلم كبير كبير. تليفون يا عمي. لا دي نمره ما فيهاش اسم. ما ردش على نمره ما فيهاش اسم. طيب حضرتك تأمرني بحاجه قبل ما اطلع انام؟ لا بسلام انت، انا قاعد شويه.